فعلا يا جنات انتي باباكي ما كانش موافق انك تغني خالص؟ الحقيقة بشكل مباشر لا، عمر بابا ما كان ضد ان انا اغني، بس هو كان بعيد شوية عن الموضوع لانه كان دايما مسافر، فما كانش متخيل ان الموضوع هيمشي بيا كده بعيد. يعني هو دايما كان عارف ان انا بغني، واحيانا بعمل حفلات في المدرسه وبيكون حاضرها الاباء وكده، فبيقولوا له في بنت اسمها جنات مهيد بتقرب لك. اه بنتي جنات وخلاص، ايه؟ مهيد مهيد. بنتي وخلاص يعني. بس ما كانش عارف الموضوع، انه ما كانش واخد الموضوع باهميه زي ماما. يعني ماما لا، لا ماما يعني كانت مقتنعه هو يعني اب بموهبتي. عنده بنت، ما هو بس مش متخيل ان هي هتحترف الغنى لا دي حاجه. لا، انا اتصدمت بس شويه في بابا، لانه عمره ما اعترض، ودايما ولا مبسوط ولا مش مبسوط. بس مره كان مسافر، ولما بابا بيجي من السفر انا طبعا ما بنامش من الفرحه، واول ما بيشوفني اول حد بيحضنه بيقعد معايا طول الوقت. انا شاركت في مسابقه، والمسابقه دي مهمه جدا في المغرب، وكسبت. وهو راجع من السفر بيقرا الجورنال، شاف صورتي لانه فزتي في فزت، المسابقة دي. فحاطين صورتي كاتبين عني، اتفاجئ. فلما وصل البيت ما سلمش عليا، المفروض بيعمل كده، فعلي بص الجورنال كده رماه وخلاص ودخل ما سلم. انا الدنيا لفت بيا، عارفه، اتصدمت اتصدمت، لان عمري ما تخيلت ان بابا يعمل كده. هو زعل انك اخدتي خطوة جدية في موضوع الغنى. لا، خايف عليا برضو. لازم نبقى عارفين انه في ناس كتير قوي بيحسوا انه الوسط الفني ده غامض، وبيتخيلوا ان هو مختلف عن اي شغلانه تانية، وهو نفس الموضوع. اي مجال بيبقى فيه الكويس وفيه الوحش. بس مامتك، مامتك اساسا مطربه. ماما اصرت وحاربت ان انا اكمل. فما هو ازاي بقى هو اتجوز مطربه وكانت غنت يعني اغاني وغالبا صوتها حلو جدا؟ غنت في مامتك مناسبه وطنيه للملك الحسن الثاني وهي صغيره، كان عندها بتاع 12 13 طب يعني سنه. هو اخذ مامتك وهي حابه الغنى، فازاي لما تيجي بنته تغني يعني يبقى ما هي بصراحه هي قصه شويه بصراحه، وبابا ما كانش صادق فيها، يعني مش حابب قوي يعني الموضوع. هو اللي حصل انه ماما كانت بتحب الغنى، بس ما كانش في حد بيشجعها في البيت ومش بيساعدوها، لانه الفن بالنسبه لهم مش مهنه اصلا. يعني ايه مطربه؟ يعني ايه عازف؟ يعني ما كانوش بيهتموا زمان، خاصه زمان. فبابا كان بيحب الغنى وكان بيقلد عبد الحليم في الشكل وفي الصوت، فكان هو في العيله كلها مسمينه يعني عبد الحليم يعني. فماما حبت ده في بابا، وقال لها انه هيساعدها، ولما يتجوزوا هياخدها مصر وهيخلي بليغ حمدي يلحن لها. فعلا اتجوزها وضحك عليها. وضحك عليها وضحك عليها فعلا. يا عيني. والله، اكيد فضلت مامتك، اكيد ماما مامتك فضل عاشت عندها صدمة كبيرة. فما كانش يقدر يتكلم يعني في موضوعي انا يعني خالص يعني. فخلفت وخلاص يعني، الحياة خدتها. فكل ما تقول وفضل عندها الإحساس ده حتى قبل ما حتى بعد ما قبل ما تخلفني، فضل عندها انها نفسها تغني على الاقل يعني. طب ملحنين مغاربه؟ طيب.